وينضم إلينا من مدينة قازان الروسية حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك حسين معنا، يعني ومزيدا من التفاصيل لديك حول اليوم الأخير لإنعقاد القمة البريكس وأيضا كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. نعم نهى، بالفعل اللقاءات اليوم التي حصلت في إطار انعقاد تجمع دول بريكس بلس وتحديدا اللقاء الموسع الذي حصل خلال الساعات الماضية برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو يؤكد على أن العالم بدأ يتغير وأن التعددية القطبية التي كانت تطمح وتعول عليها كل من موسكو وبكين أيضا بدأت ملامحها تتشكل في الساحة الدولية. فدعيني فقط أشير إلى بعض من ملامح أو بعض من بشائر هذه الخريطة، حيث أن الجانب الأرمني والأذربيجاني تم الاتفاق بينهما خلال الدقائق الماضية على ترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان. أيضا الرئيس الوزراء الأرمني نيكولاي باشنيان أكد على أن اتفاقية ترسيم الحدود والوصول إلى معاهدة سلام بين يريفان وباكو أصبحت بنسبة 90% شبه جاهزة، أي بمعنى آخر بأن اللقاءات وقمة بريكس بدأت، بشائر هذه القمة بدأت تظهر أو بدأت تتلمح أمام المجتمع الدولي وأمام الساحة الدولية. أيضا التطورات وأيضا الصراعات في منطقة الشرق الأوسط لا سيما في قطاع غزة وفي لبنان، إضافة أيضا وامتدادا إلى السودان، أيضا هذه الأزمات أشغلت بال الزعماء الذين اجتمعوا اليوم وأيضا كانت من ضمن الملفات الحساسة التي ناقشوها. فأكد الزعماء على أن هذه التطورات وهذه الأزمات يجب أن تحل بالوسائل الدبلوماسية ويجب تطبيق القرارات الدولية، حيث أكد الرئيس بوتين بأنه لا حل للأزمة الفلسطينية وللصراع العربي الإسرائيلي إلا بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. أيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب المجموعة اليوم بضم بلاده، أي بضم فلسطين إلى مجموعة البريكس. أيضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أيضا كانت كلمته مهمة جدا ولاقت أصداء في الداخل الروسي، حيث طالب الرئيس المصري بضرورة مساعدة وأيضا تقديم المعونات إلى الدول النامية، وأيضا طالب بضرورة التشاور بين الدول الأعضاء في مجموعة البريكس لتحقيق الاستقرار في العالم. أيضا الرئيس المصري أشار إلى ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وفي لبنان، لأن ما يحصل في تلك الدول هو كارثة إنسانية، وأن هذا الأمر يؤكد ازدواجية المعايير التي تتبعها الدول الغربية. أيضا المجتمعون تحدثوا عن ضرورة حماية المقرات الدولية وعدم التعرض لها، في إشارة واضحة إلى الجرائم التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد القوات الدولية، إن كانت في غزة عبر الأنروا وإن كانت أيضا في جنوب لبنان عبر اليونيفيل. أيضا في الشق الاقتصادي، وهو أيضا الذي كان من المحور الرئيسي في الاجتماعات، الزعماء اليوم اتفقوا على سلسلة من المشاريع الاستراتيجية التي من شأنها أيضا أن تساعد دول العالم جنوب وشمال. أيضا تم الاتفاق على تنفيذ عدة مشاريع في عدة مجالات وفي مختلف الأصعدة، منها مجالات اقتصادية تجارية وأيضا ثقافية وصحية. الرئيس بوتين اقترح بضرورة تجهيز مركز إشعار مبكر بسبب الكوارث والزلازل الطبيعية. أيضا هناك تعاون في الشق التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، وهذا الأمر خاصة بعد الجرائم التي حصلت في لبنان عبر تفجير الأجهزة اللاسلكية وأيضا أجهزة البيجر. ناهيك أيضا عن التعاون في الشق الأمني، حيث الرئيس بوتين أكد على أن التعاون بين دول مجموعة البريكس يساهم في مواجهة الإرهاب وأيضا الجرائم التخريبية. وأيضا هذا الأمر جاء بعد الجريمة التي حصلت يوم أمس في العاصمة التركية أنقرة. أشكرك شكرا جزيلا حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية من قازان، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.